ننتقل بقى لنموذج آخر إيجابي، وخلينا كده دايما في طاقة إيجابية من خلال صباح الورد. المرة دي هيكون من مدرسة أبو بكر الصديق اللي استقبلت العام الدراسي في احتفالية رائعة، وكتبوا إن الفصول بتتنافس عشان إظهار المدرسة في أعلى مستوى، ده طبعا بيحفز الطلاب. زي ما انتوا شايفين الصور قد ايه جميلة، وفعلا يعني قد ايه في تحفيز. انا دلوقتي لو مكانهم اكيد هروح المدرسة كل يوم، هتفتح نفس مدرسة، تفتح نفس، في بالونات، في الوان، في نظافة، يعني فعلا تخيلوا طلاب لما يدخلوا بقى مدرستهم او فصلهم ويلاقوه بالشكل ده. يعني خلينا كده نقعد مع بعض ونفكر ان ليه ده ما يطبقش في كل المدارس. برضو عايزة اقول حاجة، افكار بسيطة غير مكلفة، غير مكلف، شوية بلالين منفوخة وستيكرز محطوطة بالوان مختلفة، الموضوع مش مكلف خالص، صحيح. مش متعب خالص ان حد يقف يعمله. يعني اعتقد ان احنا محتاجين جدا يا جماعه الفتره الجايه ان احنا نهتم بليز بالمدرسه. هو ده بقى يا جماعه بره الصندوق، نهتم. ايوه هو ده بره الصندوق. يعني هو مش بره قوي على فكره، خلينا برضو نبقى يعني واضحين، هو الموضوع مش بره في الصندوق قوي، بس فعلا يعني حاجه ايجابيه، نظره تدخلي كده عندك انا عايزه اروح، يعني انا خلاص النفس. بالظبط. يعني انا عايزه اقول لكم في اطفال بيبقوا صاحيين الصبح لو راحت عليهم نومه بيبقوا زعلانين وبيعيطوا ان هم فاتهم اليوم الدراسي. احنا عايزين بقى ده يكون شعور مش الاطفال بس، شعور كل طلبة مصر في كل المراحل التعليمية، ان هو يكون فعلا عنده حافز، عنده حاجة حلوة، ان هو اللي يروح مش مضطر يروح. او مش متضرر من حاجة في البيت، او مامي هتضرب او بابا هيمنع المصروف، لا هو عايز يروح، هو اللي عايز يروح وعايز يتعلم، يعني بس مش عايز يروح، عايز يروح ويلاقي حاجة تنفعه هناك. وايه الوان يعني حلوة بتستقبله كده الصبح، الله، جميلة. أيوه؟ زي الواننا كده بالظبط كده.